امام حساب الدوله لدى وزير الجهاز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل من اجل رفع الحيف والحجره اللي تعرضنا لها من طرف كتابه الدوله المكلفه بالنقل، اللي صدرت واحد العقوبات اداريه. وكما كتعرفوا احنا عندنا قوانين تشريعيه، جات المدونه ديال 52/05 عاود تعدلت في 16/114 واذا به كيبعث هو بعقوبات اداريه لا لشيء الا الانتقام من المهنيين ومن السائقين اللي وقفوا ليه عطره حجر باش ما يمرش المشروع ديالو ديال تحرير النقل اللي فيه اقصاء المهنيين ولا السائقين ولا ضياع الحقوق المكتسبه ديال المهنيين. ولهذا كنطالبوا من وزير الجهاز والنقل واللوجيستيك والماء باش يتدخل لدى الكاتب ديالو باش ننهيو هذه المعاناه. وحنا كجميع مجموعين كنقلبوا على الاصلاح النقل ماشي الاقصاء، حنا مع الاصلاح ولكن ما نكونوش مقصيين ودون تنزع منا الحقوق المكتسبه ومراعاه الوضعيه ديالنا. مع كامل الاسف سي كاتب الدوله خرج واحد المصفوفه ديال القرارات عقوبات اداريه اللي كتشمل 26 عقوبه اداريه تتمس بالمهنه، كتمس بالسائقين، كتمس بمقاولات النقل، كتمس بالمهنيين. النتيجه انتم كتلاحظوا كاين احتقان ما بين المهنيين وما بين كتابه الدوله المكلفه بالنقل. اليوم المهنيين هما داخل المنظومه ديال النقل، هذه المنظومه اللي هي واحلين الحلول ديالها ولا القرارات الصائبه اللي غتحل المشاكل هي واحنا اليوم في المرفوفه ديال الكتابه ديال الدوله. السيد كاتب الدوله يتخذ قرارات احاديه الجانب، السياسه التي يتخذها كاتب الدوله سياسه ممنهجه ديال الاقصاء، ديال التهميش، ديال التشريد ديال المهنيين، وحنا عكس هذا. تنطالبوا السيد الوزير اليوم ماشي كاتب الدوله، كنطالبوا وزير الجهاز والنقل بالجلوس لطاوله الحوار اللي يفك هذه المشاكل العارقه اليوم ما بين المهنيين وما بين كتابه الدوله المكلفه بالنقل اللي كيتراسها السيد بوليف. السيد بوليف كنقولوا لي من هذا المنبر هذا مع عامل الاصلاح، نحن مع اصلاح منظومه النقل. واليوم الواقع ديال الحافلات ديالنا تيبرهن بان المقاول اليوم راه تحملت واحد العناء اللي هو كبير وجدت الحاضره ديالها وجابت حافلات ممتازه، مع العلم ان الناس ديال المقاول اليوم راهم عصاميين وخذوا الحافلات المال ديالهم خاص وعندهم التزامات مع الابناط وعندهم التزامات مع الناس. ولكن مع كامل الاسف السيد كاتب الدوله تيقول باغي الاصلاح، ما عرفناش حنا هذا الاصلاح اللي بغى كاتب الدوله كيفاش داير؟ واش هذا الاصلاح يخرج من المكاتب داخل قاعات الكليمه وقاعات مكيفه ويخرج للساحه؟ كنطالبوا من السيد كاتب الدوله يخرج للطريق يشوف البنيه التحتيه، يشوف الحاله اللي كتعيشها المحطات الطرقيه، يشوف المشكل ديال السوع ديال بعض الرخص اللي اليوم هي محجوزه عنده ولا داخل المكاتب وما خداماش. بعض الكريم ديال الخطوط القصيره اليوم اصبحت واقفه وقفات مواليه عدمه. السائقين اليوم تيعانيوا لان العقوبات اداريه. الغريب العجيب ان السيد كاتب الدوله خرج عقوبات اداريه واعطى الراس الصيفه ديال القضاء. اما كنعرفوا حنا العقوبات الاداريه راه خاصها تمشي للقضاء ويصادق عليها مجلس المستشارين والبرلمان وتدوس الجريده الرسميه. ومرحبا سيدي حنا نطبقوها ديك الساعه، اما باش تاخذها هنا من المكتب وتعطيها الاعوان ديالك ديال المراقبه ويجيو يطبقوها على السائق وعلى المقاوله في الشارع، هذا راه خرق للقانون، هذا راه خرق سافر للقانون. مع العلم اننا في مؤسسه ديال التشريعات، حنا كنامنوا بالتشريعات، الدوله تحكم صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله وما خطاب صاحب جلاله الاخير في عيد العرش الا دليل على كون ان الالتفاته الملكيه المولويه الساميه للمقاوله الصغرى والمقاوله المتوسطه والحد ديال صاحب جلاله الخطاب ديالو على ضروره تنميه المقاوله الصغرى المتوسطه والالتفات للطلب ديال الشغيله كما كانت في اي قطاع الا خير دليل على ان صاحب جلاله يثير انتباه ويلتفت الاهتمام ديالو لهذه الفئه هذه اللي اصبحت اليوم فئه مهمشه داخل التصرفات اللي كينهجها السيد كاتب الدوله السيد نجيب بوليف.